مع حضرتك، والمرة الأخرانية كانت هنا. أذكر حضرتك، لا الأول المرة الأولى كانت يوم مناقشة لحم ضحايا عك في بتانة، صحيح، وكان معاه أستاذ إبراهيم عيسى وأستاذ شعبان. كان أول مرة أسمع صوته وأعرفه. المرة اللي بعدها يوم مناقشة مرار الضحاوي في ندوة الفيسبوك، وحضرتك برضو علقت يا جماعة إحنا بنسجل عشان الكلام يبقى منضبط شوية. والمرة الأخرانية كنت قاعد مكان أستاذ أنور هنا، وكان هو هنا، وقال حاجة أنا كنت عايز أناقشه فيها، يا دوب شروع في المناقشة راح أعمل لي كده، أنا يا دوب أجمع الكلمتين سيبنا أكمل، ما كملناش الكلام خالص، كان شروع بس. أستاذ حمدي، أستاذ حمدي أنا قريت له رحمة الله عك، قريت له كتير في قاعدون. هو يمتاز بعقل نقدي، يبدو إنسانا بدائيا فطريا، لكن خلف البدائية والفطرية دي عقل نقدي. في نحن ضحايا عك ناقش التاريخ بتاعنا، ناقش أصوله البدوية بعقلانية وانبدت بقى فيها سخيرة فيها. هو راجل لاذع جدا في نبضه إلى درجة البزاعة، وساخر جدا في نبضه يعني إلى درجة الفظاظة. لا يتركك دون أن تبتسم. أفتكر في رصيص متقاعدون وهو بيتكلم عن الشاذ جنسيا، اللي هم اللي ودوه المستشفى وبعد كده بواسطه وبعد كده رجع، فاخوه قال كلمه انا قعدت اسبوع اضحك عليها، قال لك ده حتى رئيس امريكا لازم يراضي الحزب، وقالها باللفظ. كان انسان جميل، كان انسان ممتع، كان يمتلك عقلا نقديا جميلا جدا. ما كانش بدائي كما يبدو منه، انما اخرون هم كذلك. شكرا.